رغم انه مشاهد الدمار اللي بنشوفها لاكثر من 41 يوم، لكن بتبقى ساعات عاجز، يعني انت مش عارف تعمل ايه قدام اللا انسانيه اللي موجوده، لكن تبقى الانسانيه انك على الاقل مطمئن ان في مساعدات تطبطب على قلوبهم. خلينا نروح للمساعدات المصريه ونكمل المسيره ونشوف مزيد من التفاصيل. اعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن حجم المساعدات المقدمه للاشقاء في فلسطين. المساعدات عباره عن شاحنه بحموله 337 وايضا عدد الشاحنات يعني، وبتحمل 6740 طن، وطبعا بتضم بقى مساعدات غذائيه ومساعدات طبيه ومساعدات اغاثيه، وطبعا ده بمشاركه مؤسسه حياه كريمه و32 كيان، طبعا 32 كيان دول من المجتمع المدني، ومعاهم كمان 6700 متطوع من الشباب. ودي طبعا نقطه كمان مهمه، انت مش بس بتقدم المساعدات، انت كمان يعني الشباب وروحهم واحساسهم، ودول اللي انت بتشوفهم كمان موجودين بنفسهم، الشباب الحقيقه كلها موجوده على المعبر بجنب المساعدات. خليني اروح لمزيد من التفاصيل مع استاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي. أستاذ محمد، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء الخير على حضرتك. الأرقام الحقيقة اللي أعلنها التحالف النهاردة طبعا هي أرقام كبيرة، وإحنا يمكن كان لنا الفرصة أن إحنا شفنا يعني أعداد كبيرة من المساعدات والأطنان اللي موجودة على الشاحنات. كلمنا عن، أنا عارفة أن أنتوا كمان بتبذلوا مجهود بالتواصل مع أهلنا في قطاع غزة وبتسألوهم الآن هم محتاجين إيه. زي ما حضرتك قلت يا فندم، يمكن الوضع في غزه من اول دقيقه طبقا لتوجيهات القياده السياسيه انطلق التحالف الوطني من خلال مسؤوليته نحو ان هو يوجد ويساعد حلول لاهالينا في قطاع غزه من خلال المساعدات. انطلقنا في اكبر قافله، كانت القافله الاولى 109 تريلا محمله بالاف من اطنان المواد الغذائيه. قدرنا ان احنا نوصل في خلال الفتره اللي تم فتح فيها المعبر لاكثر من 337 تريلا محمله بالاف من الاطنان من المواد الغذائيه. مصر هي اكبر دوله في بتساعد اشقائنا في فلسطين، واما بنساعد اشقائنا في فلسطين ده مش هبه احنا بنديها لهم، لا ده حقهم علينا ان احنا نقف جنبهم ونساعدهم. ومصر طول عمرها بتساند القضيه الفلسطينيه وساند الشعب الفلسطيني. يمكن التحالف الوطني بعد دخول اول دفعه من سيارات النقل المحمله بالسلاح والمواد الطبيه بدانا ان احنا نجهز قفازات، لدرجه ان احنا يوميا بيتم ارسال سيارات محمله بالاف الاطنان من المواد الغذائيه والمواد الطبيه والاغاثيه اللي اخواتنا بيكونوا محتاجينها في قطاع غزه. أكيد. أنا الحقيقة شفت في العريش الحقيقة الطريق كله شاحنات ومساعدات، حاجة الحقيقة يعني تخلينا كده نرفع الراس إن إحنا على الأقل مطمئنين إن مصر إيديها الإنسانية يعني ممتدة إلى أهالينا في قطاع غزة. ده أهم شيء. الإنسانية لو بنتكلم عنها فيمكن دعم القيادة السياسية والشعب المصري اللامحدود لأشقائنا في فلسطين، ده يعني ابرز اكتر حاجه احنا بنقوم بيها بدور انساني وتاريخي، بنقدم كافه الدعم الغذائي والطبي والانساني لاشقائنا في فلسطين. اكيد. هل يعني ما زالت ايضا، انا عارفه ان انتوا بتتعاونوا مع عدد من المنظمات والهيئات والشباب المتبرع، الحقيقه حاله كبيره جدا، يعني انا عارفه كمان ان صفحات التبرع مفتوحه لاي حد يحب ينضم ويتبرع ايضا من خلال التحالف الوطني. بالفعل يا فندم، ما زال الى اللحظه اللي احنا بنتكلم حضرتك فيها واحنا مستمرين في دعم اشقائنا في فلسطين، مستمرين في تجميع المزيد من المواد الغذائيه والمواد الطبيه. يمكن اكيد الوضع في غزه ما فيش حد يعني يخفى عليه انهيار تام في البنيه التحتيه، نقص في الوقود، نقص في المياه، نقص في المواد الطبيه. يمكن يعني احنا مستمرين في الدعم. وبالمناسبه هي مصر مش بتدعم
بتدعم اشقائنا في فلسطين في الوقت الحالي فقط، مصر دائما وابدا بتدعم قطاع غزه بالمواد الغذائيه وكل ما يستلزم. طبعا الحصار اللي موجود عليها منذ سنوات ده بيخلينا ان احنا دائما بندعم اخواتنا في فلسطين. أكيد نتمنى تفضل دايما يعني الإنسانية والدعم المصري قائم وموجود. الأستاذ محمد سيف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أشكرك شكرا جزيلا على كل ما يقدمه هذا التحالف.